بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تعالوا بقى يا حلوين نشوف الجمال الحلو اللي معانا ده النهاردة. حاجة كده ما شاء الله، يعني مش عايزة اقول لكم حاجة كده، تحس ان انتي عاملة في مطبخك ابداع ما شاء الله. يعني عملنا البيتفور طالع شكله خرافي، وكمان لما زيناه ادانا شكل حلو قوي. شايفين الشكل حلو ازاي؟ عملنا منه اشكال حلوة ومختلفة. انا استخدمت طبعا مكنة البيتيفور علشان اعمل بيها. لو حابة تستخدمي الكيس الحلواني هيطلع منك برضو النتيجة حلوة قوي، بس هتقللي عن المقدار اللي احنا قلنا عليه ده حوالي معلقتين من الدقيق. تعالي بقى شوفي معايا المقادير الحلوة المظبوطة اللي طلعت معانا احلى بيتيفور. حابة تستخدمي سمن بس استخدمي سمن بس، حابة تستخدمي سمنة وزبدة استخدميهم الاتنين. والله حاجة ترجع لك انت بقى وامكانياتك. حاولي على قد ما تقدري بأقل الامكانيات تطلعي اجمل حاجة ما شاء الله. احنا زي ما انتم شايفين اهو زيناه باشكال مختلفة، وعملنا كمان وردات حلوة قوي. وهقول لكم درجة حرارة التسوية في الفرن بتكون مظبوطة ازاي، وهنشوف مع بعض كل التفاصيل. يلا بينا حلوين. اول حاجة انا معايا كيلو من الدقيق، شايلة منه 4 معالق. شلت ال4 معالق، هنعرف برضو خلال الفيديو ليه احنا شلناهم. معايا 300 جرام من السكر، ومعايا كمان معلقتين كبار من الكاكاو الخام الغير محلى، ومعايا 4 بيضات كاملين الصفار والبياض. معايا ايه كمان؟ معايا 250 جرام من الزبدة، ومعايا 500 جرام من السمنة. ادي السمنة انا كنت حطها في التلاجة، طبعا هي مش باردة متجمدة ولا بدرجة حرارة الغرفة، المفروض انها تكون بدرجة حرارة التلاجة. صراحة يعني انا كنت حطيتها في التلاجة، خرجتها شوية ولما لقيت درجة حرارتها قلت فرجعت دخلتها تاني. ادي 250 جرام من الزبدة، هنستخدم سمنة وهنستخدم زبدة. ومعايا كمان اضافة كده انا بحب اضيفها، معلقتين مطحونين خالص من جوز الهند، حطيت عليهم معلقة سكر وطحنتهم خالص في المطحنة. دول بيدوا يعني ايه طعم حلو قوي للبيتيفور. طيب تعالوا بقى بينا بالراحه نشوف الخطوات بتاعتنا، وهنقول المقادير برضو واحنا شغالين. في البدايه عندنا ال 500 جرام سمنه زي ما انتم شايفين. انا طبعا ما حبيتش ان انا استخدم العجان بتاع المضرب وبعد كده ارجع اخد المكونات دي بعد ما اضربها احطها على الدقيق في حاجه تانية، فخلينا نشتغل في البوله وخلاص بالمضرب الكهرباء. هننزل كمان بال 250 جرام الزبدة. طبعا الزبدة دي زبدة بلدي، علشان كده هي عندي مش مكعبات ولا متقطعة، لا هي زبدة بلدي، يعني مش زبدة نيوزيلندي. هبدأ بقى دلوقتي اضرب كله في بعضه ضرب حلو قوي لحد ما يخف معايا القوام. كل شوية بنزل الجوانب وبعد كده اضرب علشان ابقى متأكدة ان انا خلطت الاتنين قوي كويس قوي مع بعض، السمنة والزبدة. بعد ما وصلت للقوام اللي انتوا شايفينه ده، هنزل بقى دلوقتي بالسكر البودر. معايا 300 جرام من السكر البودر، طبعا هو سكر بودر جاهز وناعم خالص، ما يكونش فيه اي ذرات من السكر لسه متبقية فيه. السكر ده انت ممكن تحطي 300 جرام 325 جرام، حاجة يعني على حسب رغبتك. لكن بصراحة علشان البيتيفور اصلا بيتزين بشوكولاتة وحاجات حلوة، واحيانا كمان احنا معظمنا بنحط بينه وبين بعضه مربى، فمش محتاجين او ان يكون السكر ازيد من كده. وكمان علشان البيتيفور بتاعنا ما ينشفش مننا، هقلب كده حاجة بسيطة بس علشان لما اجي اضرب بالمضرب السكر ده بتاعي ما يتطيرش برا البولة. وهضرب بقى بالمضرب الخليط ده كله ضرب كويس يعني لمدة 5 دقايق. ضربنا السمن والسكر والزبدة لما وصلنا للقوام الكريمي ده زي ما انتوا شايفين، واضح يعني اكيد قدامكم. هنزل بقى دلوقتي بالبيض، لكن مش هنزل بيه مرة واحدة، البيض لازم هحط معاه الفانيليا. حابة تستخدمي فانيليا بودر استخدمي، حابة تستخدمي فانيليا سايلة براحتك. ادي اول بيضتين كده، المفروض كنت هنزل واحدة لكن نزلوا معايا اتنين مع بعض. لما يختفوا خالص هنزل بالبيض، هنزل بقى كده وكمان بيضة برضو.
ادي اخر واحده، حطينا الاربع بيضات كاملين. ليه بقى انا ما استخدمتش صفار لوحده او بياض لوحده؟ بصراحه احلى نتيجه للبيض فور اللي طول عمرنا متعودين عليها ان احنا بنحط البياض وبنحط الصفار. الناس بقى اللي عايزه البيض فور بتاعها يبقى حاجه كده غنيه وناعمه قوي تستخدم الصفار بس، لكن البياض يعني انا حاسه ان هو بيخلي البيض فور هش وخفيف وحلو، طب ليه انا استغنى عنه؟ طول ما احنا شغالين كل شويه بننزل الجوانب من على طروف البوله علشان ما يكونش فيها اي مكونات متبقيه ما اتخلطتش كويس. شايفين ما شاء الله يعني القوام بقى حاجه كده تحفه زي ما انتوا شايفين اهو، حاجه كده عامله زي الكريمه بالظبط. دلوقتي بقى هشيل المضرب خالص وابدا انزل بالدقيق اللي انا شايله منه، كيلو الدقيق اللي انا شايله منه 4 معالق. هبدا ادخل الدقيق فوق المكونات كده شويه بشويه، شويه احطهم واخلطهم مع باقي المكونات اللي احنا دمجناها مع بعض كده كويس بالراحة كده. هقلب من فوق لتحت، انزل بقى بقية الدقيق، انزل بشوية وادمجهم مع المكونات علشان ما تفاجئش في النهاية اني حطيت دقيق كتير وان العجينة بقت تقيلة مني وان انا زودت في كمية الدقيق. لازم تجربي لان كل نوع دقيق بيختلف. نزلت دلوقتي بباقي الدقيق اللي كان معايا كله، وكمان هحط معلقتين جوز الهند المبشور الناعم اللي انتوا شايفينه حلوين ناعم خالص ازاي، ناعم عامل زي دقيق جوز الهند، هيديه ريحة حلوة قوي. هبدأ بقى بالراحة كده بايديا اخلط من تحت لفوق، اجيب الخليط الحلو اللي احنا عاملينه من البيض والسمن والسكر والزبدة وادمجه بالدقيق كله. اعجن بقى العجينة دي وبعد كده هقول لكم احنا ليه شلنا ال4 معالق الدقيق. دمجت العجينة كلها في بعضها، فضلت اقلب من تحت لفوق لحد ما الدقيق كله اتشرب مع المكونات السايلة ومفيش اي مكونات سايلة موجودة تحت. دلوقتي بقى هعمل ايه؟ هاخد قطعة من العجينة الحلوة دي علشان اعملها بالكاكاو، علشان يبقى عندي بتيفور ابيض بالفانيليا ومعايا كمان بتيفور بني بالكاكاو. حبايبي اللي عايزين المكونات بالكوباية انا هسيب لكم المقادير بالكوباية في صندوق الوصف. صندوق الوصف هتوصلي له ازاي؟ هتضغطي ضغطة على العنوان وتعملي عرض المزيد وتجيبي منه صندوق الوصف. هشيل بقى دلوقتي نص العجينه كده، مع اني بصراحه بقى افضل ايه اكتر حاجه البتيفور الابيض مش البني. شلت بقى ال4 معالق دي ليه؟ علشان لما احط معلقتين الكاكاو على نص العجينه دي احط قصادهم معلقتين دقيق هنا علشان ما تفاجئش ان العجينه بتاعه الكاكاو بقت تقيله ومتماسكه اكتر، صلبه يعني اكتر من عجينه الفانيليا البيضه. هو ده السبب اللي خلاني شلت ال4 معالق دول. اعتقد كده كفايه، هحط هنا بقى معلقتين الدقيق وهحط هنا كمان معلقتين الكاكاو. معلقتين الكاكاو طبعا لازم برضو ان انا انخلهم علشان ما يكونش فيهم اي تكتلات ولا حاجه. مش لازم برضو ان احنا ننزل بالكاكاو كله مره واحده، لازم نحط شويه كده ونشوف اللون علشان ما نتفاجئش برضو ان اللون بقى دارك معانا ازيد من اللازم. لو تقدري بقى من البداية تقسمي المكونات السايلة وتقسمي الدقيق وتحطي الكاكاو ده على الدقيق نفسه، يعني هيكون اسهل عليكي ان انت تدمجيه من ان انت تدمجيه مع العجينة كده. هقلب واشوف اللون عامل معايا ازاي. كده انا دمجت العجينتين، ده لون البتيفور اللي بالشوكولاتة اللي هو بالكاكاو. شايفين انا ما بحبش بصراحة اغمقه اكتر من كده، كده كويس على فكرة هو طالع برضه في التصوير اغمق شوية. وده الابيض اللي هو بالفانيليا، هحطه بس في حاجة حجمها اقل، انا مش محتاجة بقى البولة الكبيرة قوي دي علشان خلاص الكمية معايا بقت قليلة. عجينة البيتفور عجينة بتكون مفرولة، مش عجينة بقى ملساء كده ومتداخلة في بعضها زي اي عجينة زي عجينة الكحك مثلا، لا انت بتحس ان هي حاجة كده مرملة. شايفة عاملة ازاي؟ هي مش بتلزق في الايد ولا حاجة زي الغريبة. هبدأ بقى دلوقتي اجيب المكنة والصاج بتاعي ونشوف هنشكل ازاي. ولاني هشتغل في العجينة البتيفور اللي بالفانيليا الاول، فانا غطيت الشوكولاتة دي علشان ما تنشفش مني ويبقى وشها
ناشف معايا وانا بشتغل، لاني محتاجه العجينه تكون طريه وحلوه. دلوقتي انا حضرت الصاج زي ما انتوا شايفين اهو، وحطيت العجينه في قلب المكنه، وحطيت الموس اللي انا هستخدمه او الورده او الشكل اللي انا حابه استخدمه كده في البدايه. طبعا في البدايه بيكون بالنسبه لك يعني اول واحده او تاني واحده ممكن تكون مش مظبوطه، لحد بس ما تظبطي ايديكي بالضغط على المكنه. بسم الله. اي واحده بتطلع معاكي مش مظبوطه تقدري ان انت تشيليها. طلعت كبيره قوي، طلعت صغيره، طلعت مش متماسكه مع بعضها، يعني الورده دي ممكن تلاقي ورق منهم مفكوكه بره الورده. هكمل الصاج كله بنفس الطريقه واخده بقى اوديه الفرن. ما تقلقيش ان شاء الله يعني العجينه هتكون مظبوطه والمقادير كويسه، مش محتاجه يعني ان انا اختبره قوي لاني عارفه ان انا حاطه السكر مظبوط، مش مزوداها قوي يعني مش حجمها مش هيزيد معايا. انا بصراحه كنت بحب احط معلقه شاي صغيره من البيكنج باودر، بس علشان حجم البيض معايا كان كويس فانا قلت بلاش علشان يعني ما تزودش معايا البيتفور ويطلع يعني هش زيادة عن اللزوم. هكمل بقى كل البيتفور بتاعي بنفس الطريقة واخبزه وهوريكم بقى النتيجة في النهاية. حبيت برضو اوريكم الشكل عند الفرن عامل ازاي. زي ما انتوا شايفين الوردات اللي حطيتها زي ما دخلتها الفرن طلعتها يمكن ما زادتش حتى ملي واحد، ما شاء الله يعني كلها حلوة. وهوريكم برضو شكل اللون من تحت عامل ازاي، هي لسه سخنة لسه مخرجاها من الفرن. حبيت اقولكم علشان اقولكم برضو نار الفرن بتكون ازاي. نار الفرن بتكون هادية كأنك بتعملي صينية كيك بالظبط، وبعدين من فوق تكاد تكون طافياها، من فوق نار هادية خالص لان البسكوتات ما بتحتاجش لنار من فوق. شايفين اللون عامل ازاي، كلها لون واحد. تقدري بس ان انت تحركي الصاج بتاعك جوه الفرن، ما شاء الله يعني حاجه خفيفه وجميله قوي قوي. يعني هو شايفين شكل العجينه عامل ازاي من تحت، في المخرمه ازاي وحلوه ازاي. بعد ما خبزت كل العجينه اللي كانت عندي دلوقتي بقى معايا اشكال مختلفه وحلوه خالص من البيتيفور زي ما انتوا شايفين اهو. ادي شكل، ودي كمان حاولت ان انا ادخل الشوكولاته مع الفانيليا الاثنين مع بعض في واحده بس، يعني حطيت اسطوانتين جنب بعض من العجين جوه المكنه فاداني الشكل ده. والوردات ما شاء الله شايفين الحجم بتاعها حلو ازاي، كانت مظبوطه خالص العجينه ولا كانت بتزيد في الفرن ولا اي حاجه، وما شاء الله خفيفه ومخرمه وحاجه يعني كده زي الفل. وكمان عملنا الشوكولاته بنفس الطريقه. وعلى فكره لما احنا شلنا معلقتين الدقيق وحطينا معلقتين قصاد معلقتين الكاكاو اللي حطيناهم، شايفين العجينه كلها واخده سوا واحد ازاي. هبدا بقى دلوقتي ان انا ازين شويه. طبعا لو هنزين بمربى لازم نستنى ان احنا يعني ايه يكون تزييننا بالمربى في النص بين البتيفور وبعده ما يكونش يعدي عليه وقت طويل، يعني يفضل ان احنا نعملها قبل العيد بحاجه بسيطه. فانا دلوقتي هستخدم الشوكولاته البيضه والشوكولاته البني. معايا شوكولاته سما وسيحتها في حمام ميه، وهبدا بقى دلوقتي واحده واحده كده ازين. هاخد كل اتنين زي بعض، احط بينهم بعض حاجه بسيطه من الشوكولاته كده والزقهم. هناخد كل شكلين في وش بعض، كل شكلين زي بعض هنحطهم كده في وش بعض. خدت كل البيتفور بتاعي وقعدت بقى بالراحه كده ازين يعني بدون اي استعجال علشان اقدر اطلع افكار واشكال حلوة قوي. وبعدين زي ما انتوا شايفين البيتفور ما شاء الله عليه يعني حاجة دايبة وزي الفل. شايفين شكله عامل ازاي، حاجة ما شاء الله عليها. يعني اولا بقى انا ليا يعني بعض الملاحظات عليه بصراحة، البيتفور بالسمن بس كان بيطلع معايا كمان يعني اكتر من كده، خطير اكتر من كده. يعني انا بحس ان لما بعمله بالسمن بيطلع معايا زي الفل، فمش لازم ان احنا نربط نفسنا ونقول ان احنا لازم نحط زبده. عندك سمنه اشتغلي بيها عادي خالص. هو حلو ما شاء الله يعني زي ما انتوا شايفين، عملت منه اشكال حلوه قوي. خدت الوحدات اللي هي كانت زي دي كده وحطيت اتنين على بعض، وحطيت عليها من فوق كده الفورماسيل زي ما انتوا شايفين، ما شاء الله يعني حاجه كده عامله زي الدوناتس. وخدت كمان الشكل اللي هو ده، ولما حطيت كده حبيت ان انا احط في النص بس مش على الجنب.
الوردات الحلوة البنية دي حطيت فيها الشوكولاتة اللي لونها أبيض، فلما ظهرت عندي من هنا فأنا لقيت بصراحة شكلها حلو، محبتش إن أنا أغطيها بحاجة، واستخدمت جوز الهند واستخدمت كمان المكسرات زي ما انتوا شايفين كده، حاجة بصراحة يعني ما شاء الله عليها. أعتقد إن لو انتوا بتشتروا الكمية دي كده من بره هتاخد منكم مبلغ كبير قوي، طلع شكلها حلو وحاجة يعني ما شاء الله، ربنا يا رب يفرحكم جميعا. حاولوا بقى إن شاء الله كده اللي يجرب يشوف المقادير ويشوف الطريقة تقولولي النتيجة طلعت معاكم إزاي. ادي كل الاشكال اللي انا عملتها، حاجه كده ما شاء الله عليها. انا حطيت بس ورقه زبده كده على الصاج اللي انا حطيت عليه او الصينيه اللي حطيت عليها، وبدات اشكل واحط الشوكولاته بقى، احط البتيفور اغطسه في قلب الشوكولاته، وبعد كده اطلعها احطه في الفورماسيل او البرينكلز انتوا شايفينها دي. ادي الشكل قدامكم زي ما انتوا شايفين اهو، حاجه كده يعني ما شاء الله. واحلى حاجه عجبتني بصراحه الشكل اللي انا عملته يشبه الدوناتس ده، طالع شكله حلو قوي. يا رب اكون قدرت اوصل لكم الفكره بسهوله وبساطه وما اكونش تقيله على قلبكم، واشكركم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.